السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير متابعينا الأعزاء. شيفروليه تاهو فئة ال تي موديل 2023، فئة ال تي خلينا نقول فئة نصف فل فعليا. هذا اللي أمامكم بدون دبل، وفي شيء يجي بدبل، فرقه بينه وبين الدبل فعليا فقط موضوع الدبل، ما فرق ثاني. عليه مواصفات صراحة حلوة، مع أني أختلف مع موضوع ارتفاع الوجهية، مرتفعة زيادة عن اللزوم، المفروض تكون أكثر من كذا بكثير. مع أنه يعني أنا في نقطة صراحة ما أدري، هي تناقض ما أدري. شوفوا السيارة والسيلفرادو عموما الواجهة نازلة فيه، هنا مرتفعة، المفترض أنه يكون العكس، هنا مرتفعة وهنا تكون نازلة، لأنه هذا برضو بدون دبل يعني يكون استخدامه عائلي أكثر. كنا 8 سلندر 5.3 لتر 355 حصان وعزم دوران 519 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة 10 سرعات دفع خلفي. واجهة أمامية مكونة من 4 حساسات أمامية، 4 كاميرات محيطية ككاميرا أمامية من أصل 4 كاميرات، شعار شيفروليه جاي باللون الأسود، شناكر أمامية عددها 2، عليه تنبيه خروج عن المسار، عليه نقاط عمياء، إنارة فول إل إي دي الأمامية. من الجانب عندنا جنوط مقاس 20 إنش. هذا اللي أمامكم لونه أقرب للكحلي فعليا صراحة، لا هو أسود ولا هو رمادي، أقرب للكحلي. كتابة التاهو باللون الأسود، 4 كاميرات محيطية، دخول ذكي من جميع الأبواب، نقاط عمياء. صار فيه هنا اللتر واحد مشي 9.8 كيلو، تقييم سيء جدا، بنزين 91، عليه فتحة سقف بانورامية حناية. العفش هذا هو من الخلف، إنارة خلينا نقول شبه فول إل إي دي، الفليشر فقط اللي جاي هيلوجين، 4 حساسات خلفية، كاميرا خلفية من أصل 4 كاميرات، شنطة خلفية كهربائية تفتح بنظام الركل كذلك الأمر، إذا كان المفتاح موجود راح ينور لك هنا لوجو للشيفروليه، أو إذا كان جي إم سي كذلك الأمر ينور هنا، ومن خلاله هنا يعلمك وين إنه تمرر رجلك عشان تفتح الشنطة الخلفية. هذه هي كسعة تطوير مراتب من هنا من خلال الكهرب. عندنا منفذ ثلاثي للشحن، هنا السلة، هذا هو ككل. نظرت السقف جاي LED، هذا هو الشعار اللي قلت لكم عنه اللي ينور هنا، بحيث انه لما تيجي تفتح الشنطة بنظام الركل فقط تمرر رجلك من هنا، الله يكرمك، تفتح معك الشنطة دايركت، احسن ما تيجي كانك بتشوت فاول فعليا وتضيع، مرة تشوت هنا مرة تشوت هنا، لا حاطيلك وين بالضبط، تفتح معك على طول. على ما اعتقد برضه تقفل نظام الركل، انا متاكد صدق، نجرب مره ثانيه، لا والله ما تقفل نظام الركل، انت تقفل يدوي من هنا. دخله داخليه بالاحرى من الخلف، عندنا وطايات جانبيه كتابه شيفروليه، عندنا سنتر لوك خلفي ايضا، الزجاج يتحكم فيه نزول اوتو طلوع عادي، نظام صوتي من شركه بوز، نظام صوتي فاخر. عندنا الفورميكا هنا اللي هي جايه كتخشيب، الداخليه جايه جلد باللون الرمادي الفاتح او الفضي خلينا نقول. المقاعد هذه زي ما تشوفون كيف التحكم فيها، معليش بس لازم تستخدم يدين، تشوفون التحكم فيها يدوي من هنا. داخليا هذا هو ان شاء الله، تدفئه مقاعد خلفيه USB Type-C 2، ايش في بعد هنا، منفذ طاقة ثلاثي أيضا، تحكم فيه التكييف الخلفي، كوب هولدر هنا موجودة، وهنا أيضا مسند وسطي فيه كوب هولدر، سقف بانورامي جميل جدا، هذا المميز على هذه الفئة صراحة، إنارة السقف LED، وش بعد؟ فتحات التكييف، من عندنا العلاقات تعلق فيها الملابس أو أي شيء أنت حابه، لكن صدق المميز هنا موضوع السقف البانورامي، ما شاء الله رحابة، ما في شاشات خلفية ولكنه يعني خليه يتمتعون في فتحة سقف، مو ضروري يشوفون شاشات. نجي من الأمام زي ما قلنا، عندنا الدخول الذكي، نقاط العمياء، هذا بدون اللي هو الدبل. هنا عندنا التحكم في الزجاج ككل أوتو، طلوع ونزول أمامي، أما الخلفي لا نزول فقط. عندنا ذاكرتين لحفظ وضعية مقعد الساق، تحكم في مرايا معطية، سنتر لوك الأبواب، والنظام الصوتي وبصمته هنا. هذه المقاعد الأمامية تحكم فيها كهربائيا ككل اثنين. هنا عندنا جرنط إلكتروني تحديد المسار، تقفل الحساسات، الكاميرات 360 درجة اللي هي 4 كاميرات، تراكشن نظام الأوتو ستارت ستوب، وهنا عندنا تقفل، وهنا تحكم في مستوى الإنارة للإعدادات، وهنا أيضا الإنارة الخارجية ككل، هنا الدرايف مود. ما ننسى أيضا أنه عندنا تحكم في عدلة القيادة جاي كهربائي. كيف ما شاء الله الترحيب، شغل السيارة نقول بسم الله، هذا هو من الداخل. وش نبدأ فيه؟ عندنا الإعدادات جاية بشاشة، تصميم مختلف وجميل صراحة. هنا وضعيات القيادة زي ما قلت لكم قبل شوي، وضعية الطرق الوعرة، الرياضي، العادي، وفي وضعية القطر
تمام. الاعدادات جايه كشاشه ككل يعني، معليش الفوكس شوي راح فيها، على اليمين الاربيم، على اليسار السرعه، وتقدر تبدل بالخصائص والقراءات اللي موجوده امامك من هنا زي ما تشوفون، تحذير تجاوز السرعه وغيرها من الخصائص اللي انت تحتاجها. على عجله القياده عندنا هنا تنبيه التصادم الامامي كرادار، مثبت السرعه، تحكم في الميديا ككل، وايضا تتحكم في خصائص الصوتيات. خلينا نتكلم من هنا معليش، هذه زي ما تشوفون هنا ازرار تعلي تكسر الصوت وتبدل التركات. ايضا ما ننسى انه عليه هنا خلينا نقول اشبه بالبروجيكتر في الامام، زي نظام تحذيري يحذرك في حال سمح الله اقتربت من السياره او شيء. الجير هنا جاي بي ريفرس نورمال ودرايف، هنا المانوال. وش بعد يزيد؟ هذه الشاشه الوسطيه صراحه اللي تحدثت صارت احلى من قبل بمراحل كبيره. ايوه بقى في الوضع التجريبي تمام. هذه تجي اندرويد ككل وفيها كاربلاي واندرويد اوتو كخصائص. عندنا الكاميرات المحيطيه ما شاء الله، هذه ودقتها صراحه جميله وتخدم السياره. في الجوجل ماب دايركت على طول مجرد ما تشبك الجوال يعني كانترنت. هنا فتحات تكييف، زر التشغيل، زر التنبيه الرباعي، مساحه تخزين هنا موجوده. وش بعد؟ هنا عندنا التحكم في التكييف منفصل، كدرجه حراره بين الساق والراكب، وعندنا تهويه للمقاعد الاماميه اللي هي تدفي عفوا. شاحن وايرلس تحت هنا، عندنا هنا شاحن وايرلس تايب سي ويو اس بي و12 فولت كاب هولدر مسند وسطي في الثلاجه، وايضا يو اس بي تايب سي. من هنا التحكم في الثلاجه تشوفون، هذا هو صراحه جميله مواصفاته، مع اني اختلف في لون الداخليه، احس لو كانت بيج او اسود برضو بتكون احلى شوي. ما ننسى ان الفورميكا موجوده هنا كتخشيب ايضا، مراية تعتين تلقائي، انارة السقف جاية LED، والتحكم في فتحة السقف من هنا. دقيقة، هذه استارة ما شاء الله كبيرة جدا وحجمها جميل. من هنا تفتح شمسات، فيها مراية وانارة من الساق للراكب، ركزوا كيف الانارة رايقة صراحة، جدا جدا رايقة. وش بعد يا يزيد؟ من هنا تتحكم في مستوى الشنطة الخلفية كارتفاع لما تفتحها وتقفلها. فبس هذا هو فعليا ككل مواصفاتها حلوة، كعدادات جاي، كشاشة، نظام صوتي فاخر، أربع كاميرات محيطية. وش بعد؟ ما يعني فعليا ما شاء الله مواصفاتها جميلة. موضوع الدبل اختياري، أنت تختار فيها فيها دبل أو ما فيها دبل. فهذا هو ككل من الداخل، ننتقل لبقية التفاصيل الخارجية. وبس اللي هنا وصلنا لنهاية التغطية لهذا اليوم، يعطيكم العافية على المشاهدة. زي ما شفتوا ايضا في مقدمة الفيديو سيارة فيها تشغيل عن بعد كريموت. سعر السيارة 277 و 150 ريال شامل للضريبة، موديل 23 بدون دبل ال تي اللي هو فئة النصف. يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسون تشتركون معنا في القناة وتفعلون الجرس عشان توصلكم مقاطعنا اول باول، وايضا ضيفوني على بقية حساباتي تيك توك سناب شات وانستغرام، اعطوني رايكم بالسيارة. يعطيكم العافية على المشاهدة وفي امان الله.